خاليا من الأعذار. إذا فصار الصيام عندما أنزل الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار الصيام فردا. ثم بعد ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصيام، كذلك هناك مرحلة أخرى تدريجية. ما هي هذه المرحلة؟ هو أن كان في بداية الإسلام أن الذي يصوم ويرجع إلى أهله مثلا أنه مباح له أن يأكل ويشرب ما دام لم ينم، أما إذا نام فيحرم عليه الأكل والشرب إلى الغروب لليوم الموالي. وهذا ما قالها الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني من هذه الأحكام. وعلى هذا أيها الأحبة الكرام، أن الصيام كما قلت فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله كم من رمضان؟ ثمانية. إذا فصام رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله، ومن هنا نقول إن جميع أركان الإسلام ما عدا الشهادة والصلاة فُرضت في المدينة المنورة، لأن مكة المكرمة كان النبي عليه الصلاة والسلام على آله يبني العقيدة ويرسخ الإيمان في قلوب الناس، حتى إذا ما رسخت هذه العقيدة في قلوب الناس يسهل عليهم جميع ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتنكؤون ولا ينتظرون عندما يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأمره. وهذا يدلك أيها المحب الكريم على أن هذه الفئة قد بنيت بناء راسخا ورسخ الإسلام فيها الإيمان الثابت، بحيث أنها أي أمر من الأمور لا يمكن يعني أن تتردد في قبولها أبدا. ولذلك عندما فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على المسلمين ما رأينا مسلما تردد في قبول هذا الأمر أو خالفه أبدا. إنما المسلمون جميعا سمعوا وأذعنوا لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يمكن للمسلم أن يفهمه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. فناداهم الله سبحانه وتعالى بوصف الإيمان بأجمل صفة في هذا الإنسان، ألا وهي صفة الإيمان. ناداهم الله سبحانه وتعالى بها لكون هؤلاء الناس لم يترددوا في قبول هذا الأمر، إنما آمنوا وصدقوا وأذعنوا. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالهدف من الصيام لا أقول هدفا واحدا، وإنما أهداف ومقاصد متعددة، ولكن كما سمعنا أنني لا أعرج على الحكم ولا على المقاصد بقدر ما نحب أن نشير إلى بعض الأحكام لا الحكم. فهذا الصيام أيها الكرام فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، على كل مسلم عاقل بالغ. وقد أشرت في الآية التي كان المسلمون في بداية التشريع كان المسلمون مخيرين فيها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين. فيقول ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه، يقول إن هذه الآية في الحقيقة ليست منسوخة، وإنما بقي حكمها على بعض أصناف الناس، على بعض أصناف الناس، أي بقي حكمها على الشيخ الكبير وعلى المرأة العجوز وعلى يعني المريض الذي لا يرجى برؤه، الذي هو مصاب بمرض مزمن. أقول الله سبحانه وتعالى أن جميعا نشفيكم ويعافيكم بإذن سبحانه وتعالى. فهؤلاء هذه الآية لا زالت محكمة فيهم. وقد لحق بعض العلماء كذلك أيضا المرأة الحامل والمرأة المرضع،
إذن فقال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فنستطيع أن نخرج من هذه الآية ونقول إن من بين أصحاب الأعذار المرضى، المرضى. والله سبحانه وتعالى عندما بدأ يتحدث عن الأعذار بدأ بهم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ومن هنا نعرف قيمة الإسلام أيها الكرام، ونعرف عظمة دين الله سبحانه وتعالى، ونذعن ونقر بأن دين الله سبحانه وتعالى هو دين يسر وليس دين عسر. ليس عليكم فيه من حرج، فليس في الإسلام ما يمكن للمسلم، فليس في الإسلام شيء لا يطيقه المسلم ولا يقدر أن يقوم به. فالله سبحانه وتعالى ما كلفنا بشيء إلا نستطيعه أبدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أواخر ختام البقرة إذ يقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ويقول سبحانه وتعالى قبلها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية لما نزلت شق أمرها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله، بمعنى أنهم يفهمون